يا صباح الخير صباح واهلا وسهلا النور، فيك. اهلا فيكم. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي عن معسكر الصواري، قديش فعلا بذل مجهود منكم وقديش كان يعني مثل ما كنتم متوقعين ولا لا؟ المجهود طبعا كان اكبر من اي مشروع صح، تاني. نحن انتم مواكبين كنا اصلا صار مواكبين لكم من فتره، الاول. فهذا اكبر مشروع لانه تحضيره لحاله اخذ تقريبا 3 شهور، هذا غير التنفيذ. ف دراسه جديده، كانت افكار جديده، حتى الاسم لحاله هو اعطانا مسؤولية كثير كبيرة، لأنه شيء اسمه صواري. الكل راح تفكيره دغري أنه سفينة وبحر، أنه هي مزبوط هي الشراع، يعني هي عماد السفينة اللي بتحمل أشرطة السفينة، بس نحن دائما عندنا شيء صوري، أو أنه يعني بنعطي المعنى المعنوي أكثر ما هو المادي أو المحسوس بحد ذاته. فنحن كنا عم نقول أنه الصواري هي عماد الوطن، اللي هن الشباب، شبابنا نحن اعتبرناهم انه اللي بقيوا اللي بعدهم عم يمشوا بسوريا ويعملوا شيء بسوريا، فهن الصاريه تبع سوريا، فهن اللي رح يحملوا شراع سوريا ويكملوا فيها. وفعلا هذا الشيء تحقق، لانه ال 100 شخص اللي كانوا موجودين اجوا على ارض ما فيها شيء، هلا بدكم تشوفون بالصور فاضيه، ما في اي دليل انه في ممكن تعملي هون حياه او تبني شيء، وتفاجئوا باخر يوم انه هن عملوا مستعمره بشريه كامله مجهزه لانك تقضي فيها ايام اشهر حسب اذا في حاجه نقعد فيها اكثر. نعم، خلينا نحكي يمكن شوي عن العقبات يلي مرقتوا فيها. يمكن عم تقولي انه دخلنا على ارض هي غير قابله للعيشه، مزبوط. وطلعنا منها نحن تفاجئنا بالشيء اللي عملناه، اكيد يمكن مرقتوا بايام هلا هو صعبة. اكيد اول فتره اكيد قبل ما تجهزي الارض من حمامات، كيف بدك تجهزي لهم اماكن خاصه بهذا الموضوع، كيف ترتبي لهم موضوع المنامه، اكيد يعني مثل ما شايفين الارض رح تكون فاضيه لما نشوفها، لما نشوفها للنهايه نحن. فهالعقبات نحن متعودين عليها، الجديد اكيد رح يحسها صعبه، بس نحن لانه كوادرنا مدربه، يعني صرنا فتره طويله عم يتدربوا، فهو هذا المعسكر كان عباره عن انك انت تحطي كل شيء خبرات وكل شيء هذا الكادر رح يرجع يعطيك اياها. فاللي شفناه نحن بصراحه فاق التوقع حتى، يعني ونحن عم نتابع مع بعض مقتطفات كثير حلو. قديش هي اخر يوم هذا كان وقت الاحتفال، يعني مثل ما قلتي ارض صحراء وعملتوا بناء كامل لمدينه مؤهله انه مزبوط تقعدوا فيها، ونحن كنا مواكبين. الكاميرا الاخباريه السوريه صح كانت مواكبه من بدايه العمل لليوم. قديش هي النشاطات اللي قمتوا فيها مهمه اليوم؟ يمكن نحن في ظروف استثنائيه عم تعيش فيها البلد، ولما تقيمي معسكر بهي الضخامه كمان فيها مسؤوليه يمكن لكم وللجمعيه وللكادر الموجود معكم. هلا هي بالاساس منطقه مشقيطه هي السنه اللي قدرنا نفوت عليها، يعني من قبل كان في شوية صعوبات وفي تخوف انه ما لنا بشكل كامل نقدر نفوت ونعمل اللي بدنا اياه فيه. هالسنه مثل عملنا تحدي انه لا لازم نعمل فيها شيء تكسر العالم هذا الخوف انه لا مشقيطة بعيده وبجوز في شيء ما في شيء ما فيها حدا، فهذا نحن قدرنا نكسره. ومثل ما كنتم شايفين بالصور فيديوهات الوزير كان عندنا، لانه كان مفتتح القريه السياحيه اللي هي كانت جزء من المشروع اللي نحن عاملينه بالمعسكر، لانه نحن عندنا شقين كان بهذا المعسكر، الشيء التربوي والتنموي والتدريبي اللي نحن بالعاده نعمله، يعني هذا الشيء بنشاطاتنا مرافقنا دائما. القريه السياحيه كانت بقى شيء جديد انه نحن عم نقدم نموذج لبعدين، انه حتى مو لبعدين فينا نقول الفتره القريبه اذا بلشوا جديا يفكروا المستثمرين انه يعملوا شيء بالبلد فيبلشوا من القريه السياحيه، لانه هي رح تكون متاحه لكل الشرائح الموجوده بالبلد، كل الفئات، يعني كل المستويات، لانه مثل ما شفنا السياحه هالسنه كثير كانت غاليه، في عالم ما قدرت تطلع من الشام. هو هذا النموذج متاح للكل، من البيت مو من الشام، من البيت. هذا النموذج نحن متاح، هي لا هذا المعسكر كله، مخطط المعسكر كله. تمام، القريه لا هلا ممكن بفوتوا لهم بالفيديو. نعم، فهو نموذج بظن نجح، ونحن رح نشتغل على انه يصير على ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد يمكن من بعد المعسكر تلقى المعسكر كان في مؤتمر صحفي او بيان يعني صحفي. بيان صحفي، خلينا نحكي عن هالبيان، شو هي ابرز النقاط يلي تضمنها او تمحور حواليها؟ يعني هو مثل فيك تقولي ملخص، او انت شو عملتي، يعني شو كان هدفك بالاساس لهذا المعسكر وانت شو حققتي منه. هلا فيك تقولي اهدافنا كلها تصارت، لانه نحن رجعنا ضوينا على منطقه مشقيطه، لانه من بعدنا صار معسكر ثاني، وهلا هن على فكره نحن قاعدين هون في نشاط للجمعيه هلا كمان ترفيهي، يعني انه على البحيره نفسها، فالعالم رجعت انه تتنشط وشافوا انه منطقه
ممكن نعمل فيها شيء، لأنه هي فعلا منطقة كتير حلوة يعني. أي يعني بتشوفي الجبل والبحيرة والخضر يعني، إنه كاملة مكملة لحتى تعملي فيها أي نشاط بتحبي. فهي هاي كانت أول نقطة من النقاط اللي نحن كنا حاطين ببالنا. التدريبات اللي نحن كنا حاطينها للكادر أو للأشخاص الجدد اللي طالعين معنا، فهذا كمان كلها تتحقق. أثبتنا أنه الشباب السوريين هن اللي رح يبنوا سوريا، وهذا اللي صار. لأنه المئة شخص مثل ما قلت لك اللي شافوا شو عملوا بثمانية أيام، فمعناها أنت إذا ثمانية أيام عملت من لا شيء شيء تقدر صحيح. تسكن فيه وتعيش فيه ومأمن كل شيء بدك اياه، فانت معناها فيك باي نقطه بسوريا ترجع تعمل مزبوط. يعني هيدا نموذج مصغر، انك بثمان ايام يمكن عملت مدينه مستعمره بشريه من خلال 100 شخص، فهي يمكن خير امكانيات بسيطه فيك تقولي. امكانيات يمكن بسيطه مثل ما عم تحكوا بالبيان الصحفي، يمكن تناولتوا اهم النشاطات والمبادرات اللي قمتوا فيها. خلينا نحكي خلال ثمان ايام مسيرين، مسير ليلي يعني هو بعد ما خلصتوا كل شيء خلال نهار بالمعسكر، فعملوا لهم مسير ليلي ليكتشفوا المنطقه حوالينا وعلى ضوء القمر او ضوء البيال، يعني ما عندهم وسيله ثانيه تساعدهم لحتى يكتشفوا المنطقه. ويوم ثاني عملوه بنهار كمان اكتشفوا طريق ثاني، فهو مثل فيك تقولي هي خطوط ثانيه لنشاطاتنا المستقبليه غير المسيرين. يعني ثمان ايام في كانت تدريبات تدريبات على العقد والحبال كيف لازم يربطون بعضهم، من الخشب كيف فيك تعملي الخيمه كيف ترفعيها، لانه مو اي حدا بيجي بيعرف انه كيف ترفع الخيمه، كيف انت تنظمي امورك. يعني في عالم تطلع ما بحياتها مسافات تطبخ او تقطع شيء او تعتمد على حالها انه تخدم حالها، هذا كلياته في عالم انه اول شيء تفاجات يعني اول كم يوم انه صدمه بالنسبه لهم، بس بعد فتره طبعا تعودوا انه انا اللي لازم اخدم حالي، ما في ماما ما في اختي، يعني فانه لا انت اللي بدك تعتمد على حالك. فبظن نحن قدرنا نعمل لهم هذا الشيء ويستفيدوا منه. مزبوط معسكر تدريبي يعني هو تدريبي، احنا دائما تدريبي بنطلع، بس هي السنه لكم ضمننا مشروع ثاني اللي هو القريه. وطبعا القريه كانت هي واحد من الاهداف الاساسيه، انه نحن نعمل نموذج ينجح، وطبعا بشهاده الوزير وكل شيء الضيوف كانوا موجودين انه هذا النموذج رح ينجح اكيد. بس بده امكانيات وبده الشغل وبده يعني العالم بلش تتوجه على هذا النمط من السياحه، تبطل تفكر انه اوتيل مطاعم، انه في نمط جديد موجود بكل العالم لازم. وسوريا اجدر من انه اي دوله ثانيه تقدر تعمل هيك شيء، لانه عندنا الطبيعه اللي بتساعدها بكل امكانياتها. نعم صحيح، اكيد يمكن يوم عن يوم او سنه عن سنه عم تزداد نشاطاتكم ومسؤولياتكم والافكار والمخططات يلي براسكم عم تزيد. يمكن خلينا نحكي كيف بتلاقوا حالكم بعد سنه مثلا، خلينا نقول قديش بالنسبه بالميه حققتوا الاهداف يلي حاطينها قدامكم، قديش بتحسوا انه لا بعد هلا هو طول ما في شباب طول ما في افكار طول ما عم يجيكي دائما حدا جديد، يعني حتى من اللي عندنا موجودين فيك تقولي القدماء اللي صاروا سنه وسنتين، هي الحياة بتفرض عليهم يبتكروا شيء جديد، والإمكانيات اللي عم يشوفوها كل منطقة بيطلعوا ولا بيطلع منهم شيء جديد. يعني المعسكر مثلا هذا في أكثر من حدا قدم أفكار، في أكثر من حدا اشتغل. هلا أنتم شفتوا فيديوهات، هي دراسة كاملة عملت ك 3D موفي للمعسكر قبل ما يتنفذ. كنا سابقا أحد الضيوف كمان معنا بالجمعية حكى بالتفصيل، مزبوط. فهذا واحد كان من لجنة التخطيط، مزبوط. فدائما عندك أفكار طول ما في شباب جداد، في أفكار في إبداعات، فأنت ما فيك تقولي لأمتى. يعني نحن ما عندنا حدود لحتى نقول انه هون وقف ابداعنا. هلا قديش عم نحقق نحن كل سنه، يعني باخر السنه بنعطي تقييمنا. هلا لحد هلا فيكي تقولي بين 80% لـ 90% نحن قدرانين نقول انه حققنا الشيء اللي نحن حاطينه كنا لهي السنه. فكل سنه بتختلف المعايير حسب نحن شو كنا حاطين وشو تحقق وشو اللي كان عندنا صعوبات قدرنا ولا ما قدرنا. يعني هذا بيكون رهن كل نشاط بنشاطه فينا. يعني عم تحققوا جزء من اهدافكم ومستمرون. بالختام أكيد. ايمان خلينا نحكي شو تحضيراتكم القادمه بعد معسكر الصواري 8 ايام، بدنا معسكر اقل مشان نقدر نشارك معكم. هلا هو امبارح واليوم طلعوا على نفس المنطقه تبع المعسكر، بس كمان نشاط خفيف، ما فيه تعب ما فيه مسير، قاعدين على منه ترفيهي. بس يوم بنصور معهم لازم بدنا معسكر 3 ايام انه 8 ايام. هلا بيطلعوا جمعه وسبت دائما بالعاده هنين. هلا اللي جاي صعب كثير، يعني هذا بمنطقه بده يكون فيها مي، يعني هذا اللي ما بقدر فلا هذا اللي بيتابعه، فهو رح يكون على الاغلب منطقه اللاذقيه اذا ما صار تغييرات او طرطوس بتذكر. يعني بالعاده بيحطوا هدول المنطقتين، فهذا اللي هلا بده يكون بشهر نهايه شهر 10 11 لسه.
يعني بضل عنا، هو هذا بده يكون ختامي، يوم واحد يعني 24 ساعة من الجمعة للسبت. نعم اكيد نحن بدنا نقول تحية كثير كبيرة لكل الشباب المشارك، وشكرا كثير لجهودكم، وشكرا كثير يعني دائما هيك بتعطونا امل ببكره انه دائما ما بتجوا لعنا، بتبعتوا لنا الكاميرا بس ما بتجوا. نحن خلص المعسكر القادم بدنا نطلع لازم نشارك معكم. اهلا وسهلا، تحية لكل الشباب الجمعية، الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق. فعلا يمكن في ظل الظروف اللي عم نعيشها كتير مهم نعمل توثيق مو فقط لجمال الطبيعة، في كتير من الآثار موجودة لازم نسلط الضوء عليها. بدنا نشكرك كتير على وجودك معنا، شكرا كتير إليك. أما هلأ مشاهدينا محطتنا الصباحية لليوم وصلت لنهايتها، تحيتنا مجددة دائما لحماة الديار أبطال الزمان والمكان، ولمتابعة الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير أو الساعة واحدة ليلا على شاشة الإخبارية السورية بالإعادة. تضلوا بألف خير، باي باي. مشاهدينا صباحنا غير بهيدي اللحظة وصل لنهاية فقراته، وبكرة موعدنا أكيد بيتجدد بنفس الوقت بتمام الساعة 9 صباحا بحسب توقيت مدينة الياسمين بمواضيع جديدة وضيوف جداد، رحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، والنصر لحراس الحياة أبطال الجيش العربي السوري. باي باي لكل المشاهدين.